بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كم هي قاسية لحظات الوداع والفراق التي تسجل وتختزن في القلب والذاكرة، وكم نشعر بالحزن والفجيعة ونختنق بالدموع ونحن نودع واحدا من جيل المربين والأساتذة الأفاضل المؤمنين برسالة التربية والتعليم، الناكرين للذات، الأستاذ الذي فارق الدنيا بعد سنوات عطاء في السلك التعليمي والعمل التربوي والاجتماعي، تاركا سيرة عطرة وذكرى طيبة وروحا نقية، وشذا شجرة برتقال يافية ومراثا من القيم والمثل النبيلة. فيا أيها الإنسان الطيب والمعلم المخلص، ويا نبع العطاء والنهر المتدفق حبا لعملك، يعز علينا فراقك في وقت نحتاج فيه إلى أمثالك من الرجال الأوفياء الصادقين. ومهما كتبنا من كلمات رثاء وسطرنا من حروف حزينة باكية، لن نوفيك حقك لما قدمته من علم ووقت وجهد وتفان في سبيل شباب ورجال المستقبل والغد، وعلمتهم من أخلاق وقيم فاضلة، وغرست فيهم حب العلم والمعرفة، ونميت في أعماقهم قيم المحبة والخير والانتماء. ويا لسعادتي وشرف كبير لي أنني التقيتك هناك في القرية واستقبلتني بتلك الابتسامة. عرفنا الفقيد معلما هادئا متسامحا راضيا قنوعا ملتزما بإنسانيته كما هو ملتزم بدينه وواجباته الدينية. حمل الأمانة بإخلاص، تمتع بخصال ومزايا حميدة جلها الإيمان ودماثة الخلق وطيبة القلب، متميزا بالدماثة والتواضع الذي زاده احتراما وتقديرا ومحبة في قلوب الناس والتلاميذ وكل من عرفه والتقى به. وهل هناك ثروة يبقيها الإنسان بعد موته أكثر من محبة الناس؟ فكان رسول علم ومعرفة وجدول عطاء وتضحية، ونعم المعلم والأب الحنون والأخ الودود والصديق الصدوق، فكان قدوة ونموذجا ومثلا يحتذى في البساطة والوداعة والرقة والعطف والحنان وعمل الخير وسمو الأخلاق وطهارة النفس والروح ونقاء القلب والعفوية والتسامح، وأعطى كل ما لديه بلا حدود ودون كلل أو ملل في مهنة ورسالة هي من أصعب المهن وأهم الرسالات، رسالة العلم والتربية بكل ما تحمله في طياتها من المعاني التي في صلبها بناء الإنسان وبناء الوطن وبناء المجتمع. لقد غيبك الموت أخينا الحبيب الغالي أحمد جسدا، لكنك ستبقى في قلوبنا ما بقينا على قيد هذه الحياة، ولن ننساك، نم مرتاح البال والضمير، فقد أديت الأمانة وقمت بدورك على أحسن وجه، والرجال الصادقون أمثالك لا يموتون. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اسكنه فسيح جناتك وتقبله عندك في مقام صدق مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ألهمنا وألهم أهله وذويه ومحبيه وتلامذته الصبر الجميل، وإنا لله وإنا إليه
راجعون إلى روح فارس القلم الأستاذ والمربي الفاضل أحمد التوت. سطر من الشعر ما قد شئت يا قلمي، واكتب حروف الأسى والحزن والألم. سحائب الموت قد جاءت على عجل، تسيل بالحزن من ترج إلى رنمي. في يوم موتك جاء الحزن أجمع، وضاقت الأرض بالأحزان والظلم. تركت في وجنتي دمعا تسيل به، وانسل في القلب جرح غير ملتئم. ما إن أتاني رسول الحزن يبلغني، حتى بكمت ولم أقوى على الكلم. مات الوفاء ومات الحب أجمعه، ومات رمز العطاء والجود والكرم. خيال وجهك دوما لا يفارقني، حتى إذا جاءني في النوم لم أنم. قد كان في الناس مشهورا ببسمته، وكان في ساحة التعليم كالعلم. يا أم أحمد، يا أم أحمد لا تبكيه واحتسبي، إن الذي جاءه قد خط بالقلم. رحمك ربي بمن قد مات مبتسما، تنهي حياة بها عانى من السقم. رحمك ربي بمن فاق الجميع بما يحويه من طيب الأخلاق والقيم. رحمك ربي بمن قد زدته خلقا، وزاد عن غيره باللطف والشيم. رحمك ربي بمن للناس قاطبة، أخا حميما وشهما ساعة الهمم. ودعتك الله ما جاشت مشاعرنا، وما تجرع قلبي فيك من ألمي. ودعتك الله ما زار الحجيج منا، وما تجمع حول الحل والحرم. كن يا عمر أخا من بعد أخيكم، لأهلك أقوم من ساق على قدمي. عمر إن المصاب اليوم آلمنا، وهذه سنة الرحمن في الأمم. اليوم نودع أحد شباب مدينة مسعد، أحد رجالات التربية، معلم شاب عرفناه بأخلاقه وبابتسامته التي دائما ما تفارق وحياه. رحمه الله، رحمه الله برحمته الواسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا الخاتمة، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، من مسكنه بحي دمن إلى مقبرة سيدي التواتي بالرقادة، بوارى جثمان الأستاذ الفاضل أحمد التواتي رحمه الله وطيب ثراه. وإنا لله وإنا إليه راجعون.